تعتبر بحيرة مافو إحدى سلسلة بحيرات جبرعون ومنذرة الواقعة في النطاق الإداري لبلدية بنتبية بوادي الأجال، كما تعد إحدى أهم الوجهات السياحية بالبلاد، ويقصدها السياح من الداخل والخارج. بصراحة هذا عمل تخريبي ما في حد يرضى به، لأن البحيرات هذه الخضراء هذه منفس سياحي لكل السائحين ولكل الزائرين، ولكل الناس يستمتعوا بها المناظر السياحية الطبيعية هذه. بصراحة العابثين هذوم تشرف الأرض فساد، بصراحة المفروض يكون تم لجمهم من أي طريقة كانت يعني. فنحن مش راضين على العمل التخريبي اللي صار هذا، والمفروض الدولة يبدأ لها نظرة خاصة بهالمناطق السياحية. البحيرة تعرضت الفترة الماضية لحادثة إحراق متعمد أتى على كامل الغطاء النباتي المحيط بها من أشجار النخيل وثمارها، الأمر الذي أثار غضب واستهجان المواطنين والزوار والذين اعتبروه جريمة تستحق العقاب. يعني معالم حبان الله سبحانه وتعالى بخيرات لا يمكن وصفها الحقيقة يعني. ومع كل أسف شفنا العبث اللي موجود فنتأسف على ذلك يعني. مش باب عتاب، لكن الحقيقة نتمنى أن تعطى نظرة اهتمام أكثر بهالمنطقة هذه من جميع الجهات الحكومية والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني. يعني أماكن لا يمكن تصورها روعة وجمالا، يعني مدخول رائع لو تستغل الاستغلال الأمثل. طبعا الناس اللي دارت الشيء هذا للأسف عديم الوطنية، وأنا واحد من الناس كرجل سياحي نحب نقول كلمة رغم ما تعجبش الجميع، هذه أقصى عقوبة يجب أن تنفذ فيه، لأن حرق معالم سياحية مثل البحيرات الجميلة نشوفها هذه في ربوع ليبيا يتم هدمها وحرقها. ومع تزايد الاعتداءات على الأماكن السياحية والمعالم الأثرية، يطالب المسؤولون المحليين والمواطنين وزوار هذه البحيرات الهيئة العامة للسياحة والآثار والأجهزة المختصة بالدولة بالإسراع في وضع خطط وبرامج سريعة وفعالة لحماية هذه المعالم السياحية التي تزخر بها المنطقة باعتبارها مورداً سياحياً هاماً للدولة، ويجب استغلاله والاهتمام به وحمايته من مثل هذه الحوادث.